سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم وصفه، اليوم وصفه تاع لي كلاص. غادي نحضروها مع بعض. غادي نشوفوا المقادير على بركه الله. هنايا غادي نستعملوا كوبين من الحليب. مقادير بسيطه وموجوده في كل بيت كما راكم تشوفوا هنايا. ما غاديش نستعملوا لا كريم شانتي هذه، وبلا باتور بلا والو. غادي نديروا كوبين من الحليب كما راكم تشوفوا هنايا. هنايا غادي نستعملو تاني، نديرو حليب البودرة. غادي نديرو زوج مغارف، زوج ملاعق من حليب البودرة. زوج برك. غادي نديرو الفانيلا. هنا غادي نخلطو هاد المقادير كما كتشوفوا هنا. غادي نزيدو هنايا زوج مغارف تاع سكر، زوج مغارف كبار كيما هاك تاع سكر. نزيدو نخلطو. هنا اخواتي كما راكم تشوفوا راني خلطته مليح. هنا غادي نديرها في النار يحمى شويه، ومن بعد غادي نزيدو باقي المقادير. غادي نستعملو ربع كاس من الحليب، وغادي نزيدو معاه مغرف تاع فارينة، ما تكونش معمره بزاف كيما هاك. ونزيدو تاني مغرف صغيره، نزيدو معاها مغرف صغيره كيما هاك. هذا هو المقدار اللي غادي نبغي نخلطو مليح هاد الفارينة حتى تذوب لنا مع الحليب. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا راني نزيد في ديك الفارينة اللي خلطناها مع الحليب. كملت كاع الكاس كما راكم تشوفوا هنايا، ونقعدوا نخلطوا حتى يعقد. كما راكم تشوفوا غادي نفرغه هنايا في هذا الغرف كما هاك. وهنايا رايحين نحطوه على هذه القوالب. اخواتي ما شاء الله دقته غير كما هكا، بنين بنين الله يبارك. ما عندي ما نقول فيه. هذه الوصفه اللي تاع لي كلاص هذه دارت 3 ملايين مشاهده في شهر. ان شاء الله رايحه تعجبكم. هنا غادي نفرغوها هنا في القوالب كيما هاك. راح نوريكم هنايا باش تشوفوا مليح. هنايا غادي نعمر هذا وتكملوا التعمار كيما هاك. غادي ندير ستة على حساب العائله كيما راكم تشوفوا هنايا. غادي ندخله كيما هكا كيما راكم تشوفوا. غادي ندخله في الثلاجه يقعد خمس سوايع. هنا اخواتي كيما راكم تشوفوا غادي نديروا الالومنيوم هذا كيما هاك. راكم تشوفوا هنا. وهنا غادي نحاولوا نديروا هنا عندي معكم شوكولا. تزيدوا معها هنا لا كريم ليكيد. نتوما تقدروا ديروا حليب، اللي ما عندهاش لا كريم ليكيد تقدر تستعمل الحليب. هنا كما راكم تشوفوا خرجتها من الكونجيلاتور، وهنا غادي نفرغ شوكولا في الكاس باش تجيني سهله من بعد كي نرمدها، كي نرمد الكلاص. هنا غادي نقلع البابي هذا تاع الالومنيوم. وهنايا جبت الماء شويه دافي ولا حامي باش يطير لي بالخف هذوك لي كلاص، يطيروا لي بالخف ما نخليش بزاف. هنا تحلوه، شوفوا كي غادي نطلعه فاسيلمون ينقلع، ونرمده في الشوكولا. جاني هبل، جاني رائع ما شاء الله. اللي بغات دير عليه الكاكاوات دير عليه كاكاوات، ولا اللي عندها المكسرات اللي عندك تقدري ترمديه، ولا تخليه كيما هكا ثاني يجي شباب يجي يهبل. هنا غادي نكمل مع اللي بقاولي.
كما كتشوفوا هنا ندير في الشوكولا ومن بعد تعاودوا تدخلوهم في الثلاجه يجمدوا. وهذه هي حبيباتي، نقول لكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى ان شاء الله. سلام، ما تنساونيش بالاشتراك واللايك. نقول لكم مع السلامه حبيباتي.